بدر مطوع ناحيه اليمين، لعب كره عرضيه بتعدي الله، يبعد الكره، كره عرضيه رايحه، شوف الاعاده، شوف الاعاده من مطوع، شوف شاله وتبعد، ترجع مره ثانيه لصالح منتخب الكويت، خطر الله، شوف 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 اليساره حلوه حلوه، حاول ايضا لعبه كانت فنيه فنيه، عمر العبيتر، عمر العبيتر الاول، طلال الفضل كره معاه، توصل في الامام في العمق، حلوه القراءه والوصول عند الرشيدي، لكن براتا رهان تنقل لصالح المنتخب الاندونيسي، تحضير شايد قوي الله، براتا شوف 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 اول وصول، واول وصول خطر، تلعب مارك منتخب الاندونيسي بيلعب كره عرضيه، بدر مطوع بيكملها، بدر مطوع بيلعب عرضيه تنعاد الله، خطر الله، شوف كمل كمل بالكره ولعب كره عرضيه حلوه حلوه حلوه، لكن عمر الحبيتر ما مشيت مع وعيد الرشيدي، حاول يتابعها لكن بعيده عن مرمى المنتخب الاندونيسي، شوف ضغط اذا دفاعي اثر على تحرك عمر الحبيتر، بيستقبلها تلعب يوسف ناصر بيحط له كره لكن سالة بيد حارس المرمى النادي، بدر بطوع الى عيد الرشيدي، رشيدي شوت الله، مرحله تسجيل اول الاهداف، هذه فرصة لصالح منتخب الكويت، كرة اللعب ناحية اليمين تنقل والمحاولة إلى رجمت لكن ناحية اليمين تنقل، راشد الدوسري بيلعب عرضية بتحدي لكن بعيدة، ستيفانو بيلعب كرة طويلة ناحية اليسار في الانطلاقة في المحاولة الآن، أركان حاول أي كرة مع عرفان كمل فيها بيلعب عرضية لكن يبعدها، برافو طلال فاضل، ريشمت في الانتظار ملعوبه بالعمق 1-2 والمحاوله الان تزيده لكن اللعب والمحاوله خطره، تغب الاندونيسي بشوت الله، سادل شوف قدم سريع مو بشكل جيد، حاله الاجواء اذا كانت حاره يعطى لمنتخب الكويت في محاوله التغطيه الدفاعيه، والمحاولة موجودة لصالح المنتخب الاندونيسي، هذه نقلة من اليمين الى اليسار، خطرة عرضية بتعدي لكن شيلة براتا ناحية اليسار بيلعب كرة عرضية لكن بعدها فهد حمود، كرة بينتظر زملاء، كرة مع المنتخب الاندونيسي، هذه خطرة سيفانو بيحاول مرة ثانية تعدي شايد، خطرة خطرة يعني هجمة كانت سريعة لعادة والتحضير يعني بشكل جيد في الدفاع المنتخب الاندونيسي، وهذه كره ملعوبه لصالح المنتخب الاندونيسي، والمحاوله الان تنقل كره عرضيه، ما زالت كره لصالح براتا شايد على المرمى الله، وهو اللي بيهدد مرمى منتخب الكويت، المحاوله كانت الاخيره، شوف العداء، شوف ايضا من خارج لصالح منتخب الكويت، عيد الرشيدي لبدر مطوع بيلعب عرضيه تنعاد بالراس الله الكويت، يوسف ناصر بيسجل، يوسف ناصر بيسجل، بدر مطوع صراحة يوسف ناصر سجلها، كل الأمور ومجريات اللعب إذا أكيد من المباراة أكيد راح تتغير الأمور، الحاجز الآن بيكون بعيد، وهذه المتابعة تغب الأندونيسي، خطرة خطرة الله، خطرة ويبعدها فهد الهاجري، ركلة جزاء لصالح المنتخب الاندونيسي والانذار على حسين كنكوني مع لاعب المنتخب الاندونيسي ريتشمنت، حسين كنكوني اذن السلبية بهذا التدخل لصالح المنتخب الاندونيسي، ركلة جزاء منتخب اندونيسيا، مارك بيشوت جول جول جول، هدف التعادل، هدف التعادل لصالح منتخب اندونيسيا، هدف التعادل لصالح منتخب اندونيسيا، مارك كلوك بسجله، هدف التعادل منتخب الكويت، كره ملعوبه محاوله لكن في فاول خطا عكسي لصالح المنتخب الاندونيسي، هذا كبيروف حكم المباراة اللي يعلن عن نهاية أحداث الشوط الأول
مشاهدين التعادل ما بين منتخب الكويت ومنتخب اندونيسيا 1-1. اذا دخول لاعب وخروج لاعب، وهذه المحاولة لصالح منتخب الكويت، لكن المنتخب الاندونيسي في المحاولة في الوصول، لكن هذه خطرة، تنشال، تبعد، تنحط، جول في الدقيقة الأولى، في الدقيقة الأولى الهجمة لصالح المنتخب الاندونيسي، هجمة 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 سريعة، والاستغلال مرحلة التركيز كما هو يعطي الإشارة مدرب المنتخب الاندونيسي، ركز ركز واتصل، ووصل إذا المنتخب الاندونيسي. شوف الإعادة، شوف الإعادة، شوف الإعادة، المنتخب الاندونيسي بيسجل هدف التقدم. بدر مطوع كرة معاه، بيحاول يتقدم، بيلعب كرة إلى يوسف ناصر، بدر مطوع منتو شايد، الله حلوة، أوب، والمثالي مست القائم الأيمن، وكانت في مطالبة أن الكرة بيتقدم، بيلعب كرة حلوة، يوسف ناصر عطى الله، لكن راية 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 موجودة بحالة التسلل، فكرة كانت جميلة من منتخب الكويت، بدر مطوع لعب كرة لكن ملعوبة بالأمام لصالح منتخب الاندونيسي، لجهة اليمين تلعب كرة عرضية والمحاولة، لكن تبعد من دفاع منتخب الكويت، ترجع مرة ثانية، كرة خطرة موجودة إلى ريتشمنتي، بيلعب كرة عرضية خطرة لكن سهلة بيد حارس المرمى زين كنكون، دخول علي خلف في الانطلاق الان والمحاوله في الوصول، كره اللعب سليمان بيحاول يتابعها لكن برافو فهد الاجري قاطعها مره ثانيه، ترجع لصالح منتخب اندونيسيا، وطن سليمان هو علي خلاف مره ثانيه، راشد توسري سريعه بيلعب عرضيه خطره لكن ما تعدي من دفاع المنتخب الاندونيسي، فهو لصالح منتخب الكويت، شات الله خطره خطرة، فهد الأنصاري بيلعب كرة إلى علي خلف، المحاولة الآن لصالح منتخب الكويت، علي خلف كرة معاه بيرجع فيها، علي خلف يحاول لكن بيتابعه الأنصاري من جهة اليمين، بيلعب كرة عرضية تنحط الله، فاول لصالح منتخب الكويت، أحمد الظفيري بيلعبها والمحاولة خطرة الله، خطرة خطرة ومطالبة بوجود أصبح كبير جدا، شايف دخول الان شبيب الخالدي ايضا مبارك الفنيني الكويت والمحاوله على المرمى، الله حط بيساره حلوه، حط بيساره حلوه فوق العارضه، المتقدم فهد حمود الى مبارك الفنيني الان والمحاوله بكره عرضيه والمحاوله يوسف ناصر يحطها براسه، لكن كره موجوده لصالح منتخب الاندونيسي، سليمان يعطي كره، حط كرة خطوة، وصل إلى الكرة بشكل جيد وحطها وحاول يسيد الزاوية البعيدة، بيلعب كرة عرضية والمحاولة خطرة، يوسف ناصر حاول يمر لكن مقطوعة، واللاعبين هم في أرضية الملعب والتغيير قادم للمنتخب الأندونيسي، إلى مبارك الفنيني، الفنيني بهيئ، الفنيني بيلعب، الله الله خطرة مرة ثانية، كرة موجودة، يوسف ناصر إلى راشد دوسري مرة ثانية بيلعب عرضية والمحاولة تلعب بالراس، الفنيني بيكملها حطها، الله شوف لعبة مبارك الفنيني، شوف أكثر من لاعب، المحاولة الآن لصالح المنتخب الاندونيسي والمرور، لكن في سفرة وفي خطأ، خمس دقائق يعلن الحكم الرابع، في الأمام إلى ريكي، مرور ريكي بيتقدم، تغبي الاندونيسي خطرة تنحط لكن تغذية دفاعية، ترجع مرة ثانية خطرة خطرة، ناصر الرأسية بالشوط الأول، إذن النتيجة 2-1 لصالح منتخب اندونيسيا، هارد لك منتخب الكويت، في الأمام إلى يوسف ناصر بيلعب عرضية على المرمى لكن إلى علي خلف يشوت لكن بعيدة بعيدة عن المرمى، وصافرة إذن كابيروف حكم المباراة، منتخب الاندونيسي سجل في الشوط الثاني.